سيداتي سادتي زوار المعرض الافتراضي للنفايات، مرحبا بكم في هذا العرض الموجز للأنشطة والبرامج المتعلقة بالنفايات في إطار عمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. معكم بلاد ويب، خبير في التصرف في النفايات. ستكون المداخلة بعنوان مؤشر هدف التنمية المستدامة 11-6-1 كأداة مركزية لتحفيز الأنشطة المتعلقة بالنفايات في المدن. أولاً، أود أن أسلط الضوء على التحدي العالمي لإدارة النفايات الذي نواجهه حالياً، حيث لا يستطيع 2 مليار إنسان الوصول إلى خدمات الجمع النفايات، ولا يمتلك 3 مليار إنسان إمكانية الوصول إلى مرفق خاضع للرقابة للتخلص من نفاياتهم، وهذا يعني أن 40% من سكان العالم يستخدمون مصبات مفتوحة للتخلص من النفايات. إذا استمر الوضع الراهن على هذا المنوال، فمن المتوقع أن يكون هنالك من 8-10% انبعاثات غازات الاحتباس الحراري متأتية من قطاع النفايات. بالإضافة إلى ذلك، فإن سوء إدارة النفايات الصلبة هو السبب الرئيسي للتلوث البلاستيكي البحري. كل عام ينتهي المطاف بما لا يقل عن 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيطات وفي البحار على مستوى العالم. للاستجابة لهذه التحديات، العالمية، في سنة 2018 أطلقت السيدة ميمونة شريف المديرة التنفيذية لمؤل الأمم المتحدة بمعية رئيس جمهورية كينيا برنامج الإدارة الحكيمة للنفايات الصلبة في المدن، أو بالإنجليزية ما نعبر عنه Waste Wise Cities، باعتباره دعوة عالمية للعمل بشأن إدارة النفايات الصلبة. Waste Wise Cities هي شبكة من المدن، حيث يدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هذه المدن من خلال تبادل المعرفة ورصد النفايات وتطوير المشاريع من أجل إدارة أفضل للنفايات الصلبة في المدن. حاليا انخرطت أكثر من 200 مدينة في البرنامج من خلال الالتزام بالمبادئ 12 لمدن النفايات الحكيمة. يبلغ عدد سكان هذه المدن ما يعادل 180 مليون نسمة، موزعين على كافة أنحاء العالم، مع وجود أكثر غالبية للمدن الإفريقية. بالإضافة إلى الجهات البلدية، يضم Waste Wise Cities أيضا جهات فاعلة كأعضاء، بما في ذلك منظمات القطاع الخاص أو قطاع منظمات غير حكومية، جامعات. حاليا هنالك حوالي 64 منتسب. هناك أربع مجالات عمل رئيسية لبرنامج الإدارة الحكيمة للنفايات في المدن: تبادل المعرفة والممارسات الجيدة، بما في ذلك موقع ويب تفاعلي وحدات تدريبية عبر الانترنت، نشرات متعلقة بالتصرف السليم في النفايات. المجال الثاني هو تعزيز رصد وتقييم البيانات المتعلقة بالنفايات في المدن. المجال الثالث هو التعلم المشترك، بما في ذلك رفع مستوى الوعي لدى السكان في المدن حول الإدارة السليمة للنفايات والتصرف السليم فيها. المجال الرابع هو يقوم مؤل الأمم المتحدة على توفير الدعم المطلوب للمدن المنخرطة في البرنامج لتطوير المشاريع من خلال الدعم المالي، الدعم المصرفي، فضلا عن تسهيل الشراكات بين القطاع العام والخاص. بالتوازي مع ذلك، وبدعم من حكومة اليابان، يسعى مؤل الأمم المتحدة لتحسين التصرف في النفايات وإنشاء مدن نظيفة بشكل خاص في القارة الإفريقية، وتسمى هذه المبادرة منصة المدن الإفريقية النظيفة، أو بالإنجليزية اختصارها ACCP. حاليا لدينا أكثر من 100 مدينة عضو في المنصة من 43 دولة إفريقية. كجزء من منصة المدن الأفريقية، ندعم المدن الأعضاء في تطبيق تبادل المعرفة والتشبيك بين المدن. كذلك توفر المنصة فرصة للمدن لبناء القدرات والتدريب على التخلص الآمن من النفايات باستخدام الطرق المبتكرة. كذلك ندعم تطوير المشاريع في إدارة النفايات.
قبل الخوض في الشرح بأكثر تفصيل لأداة الإدارة الحكيمة للنفايات الصلبة في المدن الوقت، أود أن أتطرق إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي وافقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتزمت بها سنة 2015، وهي تعكس العالم الذي نريد تحقيقه بحلول سنة 2030. من بين 17 هدف هنالك بعض الأهداف المتعلقة بإدارة النفايات بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. يتعلق الهدف 11 بالمدن المستدامة، والهدف 12 يتعلق بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، أما الهدف 14 يتعلق بالحفاظ على المحيطات. سنركز في هذا الجزء على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة مباشرة بالنفايات. تحت الهدف 11 لدينا الغاية السادسة، والتي تهدف إلى تقليل الأثر البيئي السلبي للفرد في المدن بحلول سنة 2030، بما في ذلك الاهتمام بجودة الهواء، إدارة النفايات البلدية وغيرها. لقياس التقدم المحرز نحو هذا الهدف، لدينا المؤشر التالي، وهو نسبة النفايات الصلبة البلدية التي يتم جمعها وإدارتها في مرافق خاضعة للرقابة مقارنة بإجمالي النفايات التي يتم إنتاجها وتوليدها في المدينة. تحت الهدف 12 لدينا غايات ومؤشرات تتعلق مثلا بنفايات الطعام والنفايات الخطيرة ومعدل إعادة التدوير والرسكلة. أما تحت الهدف 14 تم تصميم مؤشر رئيسي ذي صلة لقياس القمامة البحرية ونسبة البلاستيك الذي ينتهي به المطاف في المحيطات والبحار أو في بقية المنظومة البيئية. لقياس التقدم نحو هذه الأهداف، تقوم برامج ووكالات الأمم المتحدة حسب مجال عملها بتطوير منهجيات تتبع وتقييم لهذه المؤشرات. برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مفوض من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز التنمية الاجتماعية والبيئية المستدامة في المدن، ويندرج عمله أساسا في إطار الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، وهو مدن ومجتمعات مستدامة. لذلك فإن الوكالة الأممية الراعية لهذا المؤشر 11.6.1، وقد قمنا بتطوير منهجية تتبع لهذا المؤشر على مستوى المدن، وقد تبلور هذا تحت مسمى أداة الإدارة الحكيمة للنفايات الصلبة في المدينة، أو اختصار التسمية باللغة الإنجليزية وقت. يوضح هذا الرسم البياني بالضبط ما تقيسه أداة الإدارة الحكيمة للنفايات الصلبة في المدن. على الجانب الأيسر يمكنكم رؤية إجمالي النفايات الصلبة البلدية الناتجة عن المدينة. يتم جمع جزء كبير من هذه النفايات، لكن للأسف في عديد المدن وخاصة في الأحياء الفقيرة لا يتم جمع جزء منها، ويتبقى في الأنظمة البيئية كالأودية كالبحار إلى ما إلى ذلك. من النفايات التي يتم جمعها، يتم إرسال جزء منها إلى مرافق الاستعادة للرسكلة والتثمين، وجزء آخر يتم إرساله إلى مرافق التخلص أو مصبات النفايات. يمكن تصنيف هذه المرافق على أنها مرافق خاضعة للرقابة أو غير خاضعة للرقابة، وفقا لمعايير الرقابة البيئية المحددة بواسطة هذه الأداة. ومع ذلك هناك أيضا تدفقات بين مرافق الاسترداد والتخلص. تذهب المخلفات أو البقايا غير قابلة للرسكلة من مرافق الاستعادة والرسكلة إلى مرافق التخلص وهي المصبات. غالبا ما يتم استرداد مواد قابلة للرسكلة وإعادة تدوير هذه المواد من مصبات النفايات إلى سلسلة قيمة المواد. هذه المعطيات تساعد في قياس مؤشر هدف التنمية المستدامة 11.6.1. إذا كيف تساعد هذه الأداة المدن عمليا؟ يمكن تحديد 6 فوائد رئيسية. أولا، يمكن تقييم النفايات الصلبة المتولدة والمجمعة والمعالجة في مرافق خاضعة للرقابة في المدينة.
بعد ذلك يمكن تحديد سلسلة قيمة النفايات الصلبة والجهات الفاعلة فيها مع إشراكهم بطبيعة الحال بطريقة شاملة وتشاركية. ثالثا، يساعد في التحقق من مستوى التحكم البيئي لمنشآت إدارة النفايات. تساعد الأداة أيضا في إنشاء استراتيجيات أفضل لإدارة النفايات والموارد التي تخلق فرص العمل وكسب سبل العيش. خامسا، تمكن من توفير البيانات للتحسينات وخطوط الاستثمار في البنية التحتية للبلديات والمستثمرين، وكذلك كافة الأطراف المتدخلة في مسألة النفايات. كذلك توفر هذه الأداة إطارا مهما لتطوير المشاريع وتعبئة الأموال المخصصة لذلك. هذا مثال على تطبيق أداة الإدارة الحاكمة للنفايات الصلبة في المدن واكت، الذي قمنا به في مدينة نيروبي في كينيا سنة 2019. في المجموع يتم إنتاج حوالي 3000 طن من النفايات الصلبة البلدية في نيروبي كل يوم. يتم إرسال ما يقرب من 460 طنا منها إلى مرافق الاستعادة والرسكلة والتثمين، فيما تستقبل المصبات أو مصب النفايات ويسمى داندورا ما يقرب من 1500 طن يوميا. كل يوم يتم استرداد حوالي 40 طنا من المواد القابلة لإعادة التدوير والرسكلة من مصب النفايات بواسطة ملتقط المواد القابلة للرسكلة. كما قدرنا أن بقايا والمخلفات من مرافق الاسترداد تساوي حوالي 50 طنا يوميا. يصل مستوى التحكم والرقابة في مرافق الاسترداد إلى المستوى الأساسي، لذلك فالكمية التي تتم معالجتها يوميا بواسطة هذه المرافق تعتبر معالجة في منشآت خاضعة للرقابة. ولكن وفق التقييم، مستوى التحكم والرقابة في مصب داندورو محدود جدا، وهو جبل نفايات لا تنقطع فيها أعمدة الدخان، وبالتالي فإن كمية النفايات التي يستقبلها المصب لا يمكن اعتبارها تدار في منشأة خاضعة للرقابة. نتيجة لذلك وجدنا أن 65% من النفايات الصلبة البلدية يتم جمعها في مدينة نيروبي، 15% منها فقط تتم إدارتها في مرافق خاضعة للرقابة. هذه النتيجة هي مؤشر هدف تنمية مستدامة 11-6-1. 35% من النفايات الصلبة البلدية أو ما يقرب 1000 طن يوميا لا يتم جمعها. اعتمادا على هذه البيانات ومن خلال الملاحظة الميدانية التي قمنا بها، تم تقدير تسرب البلاستيك، ووجدنا أن 4.5 كيلو جرام من البلاستيك لكل شخص تتسرب سنويا إلى الأنظمة البيئية في نيروبي، أي ما يعادل أكثر من كل شخص في نيروبي يرمي زجاجة نصف لتر في المجاري المائية كل يوم. بناء على نتائج المسح والتقييم، نظمنا بالتنسيق مع السلطات المحلية بمدينة نيروبي ورشة عمل بشأن النفايات، واعتمادا على مقاربة تشاركية تم تشريك كافة الأطراف المتدخلة في الموضوع، الشركات الرائدة في جمع النفايات، مشغلي إعادة التدوير والرسكلة، المنظمات غير الحكومية، منظمات المجتمع المدني المحلية، العاملين في القطاع غير الرسمي كذلك شاركناهم، وكان هذا الهدف منه تحديد الحاجيات الأساسية التي تتطلب التحسين وتحديد مجالات التدخل الرئيسية. ناقش المشاركون العديد من الثغرات، وقدم كل منهم من زاوية نظري أفكار ومقترحات وحلول لتحسين إدارة النفايات الصلبة في المدينة لتصبح بأكثر استدامة. تم تجميع نتائج هذه المناقشات لصياغة تدفق النفايات في المستقبل، ووضع خطة عمل لإدارة النفايات الصلبة في مدينة نيروبي. مثال جيد آخر هو مدينة مومباسا،
حيث دعمنا السلطة المحلية في مدينة موباسا من أجل تطبيق أداة الإدارة الحكيمة لنفايات الصلبة في المدن، وكان ذلك في سنة 2019. نظمنا ورشة عمل مع الأطراف المتدخلة في سلسلة تصرف النفايات في المدينة، وأسفرت المناقشة عن صياغة تدفق النفايات في المستقبل في المدينة، والذي يحدد تدخل السياسات المساعدة كالفصل من المصدر والاستثمارات للبنية التحتية وما إلى ذلك. بناء على تدفق النفايات في المستقبل الذي تم إعداده في مدينة مومباسا، دعمنا المدينة وتمكنت من حشد الأموال والجهات المانحة، مكنهم ذلك من تطوير المشاريع، مشاريع مدعومة من مؤسسة كوكاكولا وصندوق العالمي للطبيعة، من أجل إنشاء مرافق استعادة وتدوير المواد وتنمية القدرات لمجموعات التنظيف. أيضا يخطط بنك الاستثمار الأوروبي لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لمصنع الوقود المشتق من النفايات، وكذلك بعض المنشآت الأخرى لاستعادة المواد. نحن الآن بصدد توسيع نفس النهج ليشمل أكثر مدن، وقد شمل 30 مدينة في السنة الفارطة بالتعاون مع شركاء مختلفين. يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات والموارد في الروابط الموجودة في الشاشة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.